السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل: المراد بالسفهاء هنا مشرك العرب، قاله الزجاج، وقيل أحبار يهود، قاله مجاهد، وقيل المنافقون، قاله السدي. والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المولى جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس. السفهاء هم ضعاف الأحلام، خفاف العقول، وكل من خالف أمر الله وشرعه فهو سفيه، وهو أيضا في الوقت نفسه جاهل. فهؤلاء السفهاء الذين لو كملت عقولهم ورجحت أحلامهم ما قالوا ما قالوا، ولما أعرضوا عن الله وعن شرعه. فالعقل التام يدل على ما جاءت به الشرائع ويوافقها، ولا يخالفها إلا سفيه ضعيف العقل، مهما قيل عنهم، وإن قيل عنهما قيل في الدنيا وفي أمورها. فالرجل يكون في القوم يقال: ما أحلمه، ما أعلمه، ما أعقله، هو سفيه، لأنه مخالف لما أمر الله به ومرتكب لما نهى الله عنه. فالذي لا يعرف مصلحة نفسه، المصلحة الحقيقية، ولا يسعى في نجاة نفسه، النجاة الأبدية، هذا على كل حال سفيه مهما قيل عنه، ومهما تبوأ من المكانة بين الناس والمناصب والأمر والنهي فيهم. هؤلاء السفهاء الذين قالوا من الناس، الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، السفهاء هؤلاء كلهم، إما هؤلاء المشار إليهم والقول الذي حصل منهم، إما من يهود وهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام وهو يتوجه إلى بيت المقدس ثم ينصرف إلى قبلة أبيه إبراهيم، هذا احتمال قوي، وهم في المدينة وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس في المدينة 16 شهراً أو 17 شهراً ثم توجه إلى الكعبة، أو من المشركين كفار قريش، وهم يستغلون ويتحينون الفرص، وإن كان يهمهم أن يتوجه إلى قبلتهم وإلى كعبتهم، الكعبة الموجودة عندهم وبين أظهرهم، وإما من المنافقين الذين يتصيدون في مثل هذه الظروف ويرون أن النسخ، ولا اليهود لا يقرون بالنسخ لأنه يستلزم البدء، ويوافقهم على ذلك الروافض، والمنافقون يقولون: يوم يفعل كذا ويوم ينهى عنه ويوم كذا،
فهم يتحينون مثل هذه الفرص وهم في الحقيقة السفهاء لا يعلمون حقيقة الأمر، والله المستعان. والغريب أن يصدر من المشركين مثل هذا وقد انتقل من قبلة غيرهم إلى قبلتهم التي بين أظهرهم، لكنه المخالفة في الدين تدعو إلى مثل هذا. وهذا من باب التمثيل، وإلا فاللفظ يشملهم جميعا كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله. نعم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي البخاري في تفسير إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، ويستدل به البخاري على أن الإيمان يطلق على العمل كما هو مذهب السنة والجماعة وسلف الأمة. القبلة في أول فرض صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر كما هنا، وجاء صلاة الظهر، وفي مسجد القبلتين تحولوا كما هم، وفي مسجد قباء أتاهم الآتي وهم في صلاة الصبح، كلهم في المدينة والخبر لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح، يعني بعد كم ساعة، وقت طويل، والأخبار عندهم لا تنتشر بسرعة كما هو في وقتنا هذا، في اللحظة الواحدة الخبر يشمل الدنيا كلها، وخبر الدجال كما جاء في الحديث الصحيح يبلغ الآفاق في ساعة، والناس قبل وجود هذه الوسائل ما يتصورون بلوغ خبر الدجال سائر الأقطار في ساعة، يعني يبلغ في دقيقة. كان الناس إلى وقت قريب، بعضهم صائم بعضهم مفطر ما بلغهم الخبر، وبعضهم والله المستعان. لكن هذه الآلات لا شك أنها إن استغلت واستعملت فيما يرضي الله جل وعلا أنها نعم، ولكن مع الأسف أن جل الناس يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا فتتحول إلى نقم. هؤلاء الذين استداروا كما هم كما في الحديث الصحيح قبلوا خبر واحد أخبرهم بأن القبلة حولت، فاستداروا كما هم في صلاتهم ولم يعيدوا الصلاة من أولها، لأن الناسخ لا يلزم العمل به إلا من وقت بلوغه، وتحولوا من قبلة كانوا عليها بيقين قطعي، صلوها 17 شهرا وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فثبتت عندهم القبلة إلى بيت المقدس بدليل قطعي برؤيته عليه الصلاة والسلام ورؤية من يصلي معه، فلا شك ولا ارتياب في أن القبلة إلى بيت المقدس، وتحولهم إلى الكعبة بخبر واحد هذا يؤيد قول أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد يفيد العلم.
وإن كان بعضهم اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة. والقرينة هنا ما كانوا يعرفون من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يتمنى أن تحول القبلة، وهذا مستفيض عندهم. وكان إذا صلى قلب وجهه في السماء يرجو أن ينزل عليه شيء يفيد بنسخ هذه القبلة إلى الكعبة. وعلى كل حال خبر الواحد لا ينازع فيه أحد ينتمي إلى سلف الأمة وأئمتها، فهو مقبول ومتفق على قبوله، والعمل به واجب، والعمل به واجب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ولم ينازع في ذلك إلا طوائف من أهل البدع. نعم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. لأنهم يعرفون أن استقبال القبلة شرط، وقد صلوا إلى قبلة منسوخة هذه المدة، فيريدون أن يعرفوا مصير أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، ومصير صلواتهم السابقة هل هي مقبولة أو غير مقبولة. الله جل وعلا: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالعمل بالمنسوخ في وقته متعين ومسقط للطلب ومبرئ للذمة. نعم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهور: في مكة يمكن الجمع بين القبلتين، فإذا جعل الكعبة بين يديه وهو بين الركنين اتجه إلى بيت المقدس، لكن بالمدينة لا يمكن، لا يمكن أن يتوجه إلى بيت المقدس وقد جعل الكعبة بين يديه، بخلاف ما جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، والنجاشي بالحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فمن أقوال أهل العلم في الصلاة على الغائب أن يكون في جهة القبلة، في جهة القبلة، فإذا استقبل القبلة وهو بالمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عليه واستقبل القبلة وهو بالمدينة صارت الحبشة أمامه، كما هنا استقبل القبلة في مكة ويكون بيت المقدس أمامه، استقبله، بإمكانه أن يستقبل، وبإمكانه وهو بالمدينة أن يستقبل القبلة ويكون الميت في القبلة، في جهة القبلة. ويتحقق بهذا قول من يقول أن الغائب يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، ولا شك أن هذه حكاية واقع، لكن لو كان الغائب في غير جهة القبلة لا يصلى عليه، هذا لا ينفي، لا ينفي. نعم. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهور: ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين. وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن لا يلزم من أمر الله جل وعلا لنبيه أن يكون في القرآن، بل يأمره وينهاه بغير القرآن، ينزل عليه من غير القرآن أوامر ونواهي. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، من الآمر؟ هو في القرآن؟ لا، لا يلزم أن يكون في القرآن، فيكون الأمر من الله جل وعلا ولا يلزم أن يكون في القرآن، ولا يلزم من ذلك أن يكون من اجتهاده عليه الصلاة والسلام من غير أمر إلهي. نعم. والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الصحابة كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب الناس وأخبرهم بنسخ القبلة، فقال أبو سعيد بن المعلى لصاحبهم: قم لنصلي إلى الكعبة لنكون أول من صلى إليها. نعم. فيه رد على أن يقول أنه اتجه إلى بيت المقدس باجتهاده،
على كل ما هو باجتهاد، ما يمكن يصير اجتهاد، هذا أمر عظيم. ولو كان اجتهاد ثم أقر، وما معنى هذا الاجتهاد وقد كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس؟ لو كان في المدينة كما كان لما قدم وصام يوم عاشوراء يتألف اليهود وكان يحب موافقتهم، فلما أيس من إسلامهم خالفهم وأمر بمخالفتهم، ففي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ويقلب بصره في السماء، يقلب وجهه فيها ويدعو الله جل وعلا أن تحول، مما يدل كما تفضلت على أنه بأمر إلهي. قلنا أنه لا يلزم أن يكون الأمر الإلهي في القرآن. نعم. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل الاجتهاد قد يكون من جهة أن القبلة التي توجه إليها قبل نسخها كانت قبلة من قبله من الأنبياء، فكان جاريا على من سبق، هذا إذا قلنا أنه لم يوحى إليه فيها شيء أول الأمر، لكن الذي يغلب على الظن أنه بأمر إلهي ولو لم يسطر في القرآن. نعم. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث نويلة بنت أسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق ولو مات المجتهد أو من يقلد المجتهد الذي تبرأ به الذمة وهو يعمل بمنسوخ ولم يبلغه ناسخ، كان عمله صحيحا مجزيا مسقطا للطلب. نعم. لا، القبلة الأولى توجهه إلى بيت المقدس، هل هو باجتهاد ولا لا؟ إيه. نعم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله: قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله
فحيثما وجهنا توجهنا. يعني من حكم النسخ امتحان المكلفين، امتحان المكلفين في مقدار امتثالهم وسرعة استجابتهم، يعمل بالناسخ فور سماعه يختلف عن من يتلكى ويتردد وينظر في الأمر. ولذا يقول أهل العلم فرق بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، ومن أمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. أمة كاملة تؤمر بذبح بقرة وتردد، يسألون أسئلة لو وشدد عليهم بسببها وما كادوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا. ومن أمر بذبح ابنه وجاءه على كبر ووحيده بكره فتله للجبين، ما احتاج إلى وقت ولا تردد ولا، والله المستعان. لابد، ما في لابد أن يعلم الناس لا ما 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 هو مسألة جهل، مسألة عدم علم، ما بلغه، ما بلغه ذلك. يعني هل تصور أن أبا حنيفة وأحمد ومالك بلغهم كل الأحاديث ناسخها ومنسوخها؟ هذا من جهة، وقد يبلغ ولا يثبت عنده، يبلغه ولا يثبت عنده. نعم. فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسوله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن عمر العمر وش يقول المعلق؟ ورد في لفظ عمرو بن قيس وتضحيه، لأن عمر بن قيس ورد في لفظ المسند، يعني الموجود في السند في المسند. وعمر بن عثمان، عمر بن عثمان سماه مالك عمر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، يعني قد يكون اختلاف من الأئمة، ولم يوافقه أحد على تسميته بعمر، والأئمة كلهم على عمر، فيكون من اختلاف الأئمة، وفي الراجح والمرجوح. لكن هنا مدام في السند في الأصل في المسند الإمام أحمد فيكون الثاني وهم. نعم. عن عمر بن قيس عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في محمد بن الأشعث، ايش عندك؟ عن عمر بن قيس عن عائشة، عن محمد بن أشعث عن عائشة. نعم. عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.
المذكور عن النصارى أن قبلتهم إلى المشرق، قبلة النصارى إلى المشرق، وبيت المقدس قبلة لبعض الأنبياء، والكعبة ما استقبلها أحد، كان إبراهيم عليه السلام ولا ما أدري. نعم. ها؟ هم الذين بلغوا واستداروا كما هم. ما له فضل. قدم. نعم. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام: الوسط العدول الخيار، عدول الناس وعدل الناس وخيارهم يقال لهم وسط. والوسط بإسكان السين ما يصلح أن يجعل بينه وبين، يعني المتوسط في الشيء. واستعمال الناس للوسط، إذا قالوا هذا شيء وسط، معناه أنه ما هو جيد، ليس بجيد. ذكر الوسط استعمالهم استعمال عرفي، ها؟ يعني ما هو بجيد، كأنه نبيع عن غير الجيد. نعم. هي من البردين، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء النص بأنها صلاة العصر، وتخصيصها بالمحافظة عليها يدل على فضلها وشرفها. هي أفضل أعظم الجمع. نعم. هي أعظم أو أفضل مزية بلا شك أنها تخصيصها بالذكر يدل على فضلها، ولكن لا يمنع أن يوجد فضائل من جهات أخرى. نعم. الوسط بالإسكان قلت ما يصلح مكانه بين. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش. وقال الإمام أحمد أيضا: قد يقول قائل: كيف يشهدون على شيء لم يحضروه؟ كيف يشهدون على شيء لم يحضروه؟
قبله، هذا حصل وانتهى، شهدوا على شيء لم يحضروه ولم يشاهدوه، فيقال بلغهم بالطريق القطعي الذي لا ينقص عن المشاهد في القطعية. والأخبار التي تبلغ بطرق قطعية تعامل معاملة المرئي، كما في قوله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل رأى ما فعل الله بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكنه بلغه بطريق قطعي، فعومل معاملة المرء في القطعية كأنه مشاهد. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى وفي حديث الشفاعة يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، يعني يأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي ومعه رجل واحد، ويأتي معه رجلان، ويأتي النبي ومعه الفئام من الناس، ثم يأتي شيء يسد الأفق، فقول أقول هؤلاء أمتي، قال هذا موسى وقومه، ثم تأتي أمته عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر ومعهم 70,000. ففي هذا الموضع فيه الرجل والرجلان، يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي، من أصل الكتاب ولا مزيد؟ زيادة في يقول موجود مؤلف والمسند، ها؟ موجودة في المسند يقول. إذا موجود في المسند فالحديث مأخوذ من المسند. يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. نعم. نعم يا شيخ. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة ابن عتيبة بن نحاس قال: حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت
عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما، وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء كان، إن كان لفظا غليظا، فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بالجنازة الأولى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فمر عليه بالجنازة الثانية فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. أثنوا على الأولى خيرا فقال: وجبت. وعلى الثانية شرا فقال: وجبت. فقيل له عليه الصلاة والسلام: ما وجبت؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. نعم، جاء في الحديث الصحيح: اذكروا محاسن موتاكم، وفي رواية: وكفوا عن مساويهم. لكن في مثل هذا الحديث ترتب عليه مصلحة، وهي بيان أن الناس شهداء في هذه الدنيا، وأما النهي عن سبهم لئلا يكون ذلك ديدا، كل من مات من المسلمين يطلق اللسان فيه، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة وهذا شره ظاهر ومعروف أما عند الناس ومتعدي مثل هذا تغتفر مثل هذه. نعم. لا لا لا، عام، لكن ليس كل أحد يشهد، إنما يشهد العدول الخيار، وإلا كل نبي يشهد إلى فئته ويشهد إلى نظيره وجنسه، الصالح يشهد للصالح والفاسد يشهد له، ما يصلح. لا يشهد إلا العدول الخيار، هؤلاء هم الذين تقبل شهادتهم في أمور الدنيا فكذلك في أمر الآخرة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة، فأثني على صاحبها خيرا، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة.
قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع عن ابن عمر به. شريح ولا سريج؟ ايش عندك؟ سريج معلقا عليه شريح عندك؟ لا هذه ما عندك. ها؟ لا هي بس الراوي سريج ولا شريح؟ شريح. السنة كما يكون بالخير وهو الأكثر حتى صار حقيقة عرفية، يكون أيضا بالشر، كما أن الثواب بالخير والجزاء على الخير يكون أيضا جزاء للشر وعقوبة لفاعله، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالثناء مثله يأتي لهذا وهذا، وإن كان الأكثر حتى عد حقيقة عرفية أنه في الخير. نعم. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه. وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيمان وإيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى قل هو للذين المؤمن المصدق بيقين لا تغيره هذه التغيرات التي شرعت لحكمة لاختبار ثباته
وأما الذي في قلبه زيغ فمجرد ما يحصل له مثل هذا الذي يراه خللا يتغير ويزيغ عن الحق فتزيده رجسا إلى رجسه، يعني تزيده من إلى شكه شكا آخر، وهذا ديدنهم كما هو في مسألة الشبهات والمتشابهات. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ويزيدهم زيغ إلى زيغهم وشكا إلى شكهم، بخلاف أهل الإيمان الذين يقولون آمنا به. أنتم غير هذا لأنهم أيقنوا وآمنوا وصدقوا إيمانا ثابتا لا تردد فيه، فجميع ما يتبع ذلك يكون على نفس المستوى ولا يحصل فيه تردد ولا ريب ولا يوم يكون كذا ويوم يكون كذا. ولذلك تجدون في أهل العلم وأهل التدين عموما ولم يكونوا من أهل العلم، تجد على وتيرة واحدة يعيش 60 70 80 سنة وما تغير شيء. وبعض الناس وإن انتسب إلى شيء من العلم وطلب شيء من العلم تجده إذا حصل له أي تردد ولا شيء ولا سمع كلام من بعض العلماء أو مما يفيده شيئا من المخالفة لما سبق تجده ينحرف على طول أبي شيء، وذلك لعدم رسوخه ورسوخ إيمانه في قلبه. نعم. مسألة الاجتهاد معروف، هذا الاجتهاد المبني على دليل صحيح، المبني على دليل ولا للتغير ما في إشكال، لكن أنت ترى من يتغيرون لا لدليل، لأدنى شبهة يتغيرون، هذا محل الكلام. أما الذي يتبع الدليل أولا ما بلغه أو ما صح عنده ثم صح وبلغه ما هو أقوى منه، هذا مسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد. الذين السابقون الأولون اختلف في ضبطهم وحدهم، من الأقوال التي قيلت من صلى إلى القبلتين، ومنهم من استدل بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هؤلاء هم السابقون الأولون، والذين جاءوا من بعدهم هم اللاحقون. نعم. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: أن تقصد السابقون السابقون ما يخالف، أنت ذهبت إلى أن المراد السابقون 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 في سورة الواقعة. السابقون الأولون، نعم، هذا غير، قد يكون من السابقين وهو في آخر الزمان. نعم، أعني المقربون، ويليهم في المرتبة الأبرار، وهؤلاء في الصحابة والتابعين إلى آخر الزمان موجودين في الطبقات، ما هم المقصودين بالسابقين الأولين. نعم. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا روى مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث لا يضيع ثوابها عند الله. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. ودخله البخاري في كتاب الإيمان ليستدل به على أن الإيمان يطلق على العمل. نعم. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها. تدور عليه هي تدور عليه وهي تدور هي تبحث عنه، لكن هل يقال ها تدور مثل ما نقول ها شو تدور على ولدي كأنه موجود في الوسط وتدور عليه؟ تضمن معنى تبحث، تضمن معنى تبحث عن ولدي. على كل حال لا يبحث عن اللفظ هل له أصل ولا لا. نعم. فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم صل على محمد وعلى آله.